هاد لافاريتي هادي عندها بزاف ديال الخاصيات، ما بينها هي الي ادابتي بالنسبه لو سيكل ديال بريكوس وطارديف، دونك نقدروا نديروها في مرحله ديال البكريه وكذلك في السيكل الطارديف. دونك عندها لا ريزيستونس بالنسبه للفروا وبالنسبه للهوت سيتين. من بين الخاصيات كذلك هي انتاجيه جد مرتفعه، دونك داروا التجارب مع مجموعه ديال الاصناف وعطات اعلى معدل بالنسبه للمردوديه. ما بين الخصائص كذلك ديال هذا المنتوج ديالنا اللي هو هيركوليس، دونك سي لا كونسيرفاسيون سافو دير التخزين ديالو، عنده خاصيه ديال التخزين، يعني الفلاح من بعد ما يوجد له في الفدان ديالو يقدر يمشي حتى لثلاثه اربعه ديال السيمانات، سورتو بالنسبه لعنده زريعه صغيره. ونقد نقول لكم بان الحجم ديالو هو حجم اوفويد بيضاوي الشكل، ماشي الونجي وماشي كروي الشكل. بالنسبه للوزن ديال الفروي كيمشي ما بين 14 ل 20 كيلو.